جراي وليفي من امتى وزعل بيمد معانا؟ واحنا شفنا قليل ولا ايه؟ كتير شفنا كتير يا اخويا، شفته في دنيتي كلها كوم، شفته في القهوة النهاردة كوم. ليه؟ حصل ايه يعني؟ نصاب وادالك فوق دماغك، وياما دقت على الراس طبول، شفتي ايه تاني يعني؟ شفتي نفسي عريانة يا سيد، شفت نفسي عريانة كده. المخرج قال كلمة الحق، رقصت السحور وعايشة على حسد ولاد الأصول اللي زيك، بتحرك جدتها للفن تجلب تحدي ودها، متي ده حلوين سمروها على شبابها اللي راح، يوم ما تتحوج قوي ترمي نفسها في جدة أي حد يعدي عليها. مش عايز أسمع كلمة زيادة. طب على الحرام، أنت أنضف مرة في المصرية كلها، ومفيش كلب من اللي أنت عاملة حسابه في يستاهل دمعة منك. يا ولية مفيش حد فينا بيدخل الدنيا دي ويطلع منها نضيف، إحنا بس اللي بنعيب في الناس التانيين عشان نطلعهم وسخين فنعرف ننام. آه يا سيد، طول عمري موكوسة، طول عمري موكوسة يا أخويا، أخويا حارف على أمي من كتر خرفة البدن وأنا لسه مبطنة. لو جابت بنت أيوة كيسة جنبها، كانت البلد لسه خارجة من التاكسي. أم سبني يوديا يا أخويا، سبني يوديا. يعني إيه؟ يعني أنت من 67؟ أمال إيه وليه خريف 73 ده؟ قلت يا أخويا اتلزق بالنص، بدل النكسة يمكن حريت عدل. هكذا تريني موكوسة، موكوسة يا أخويا، ومليش ظهر يسندني، مليش ظهر. مالكيش ظهر؟ ليه؟ ساكنة في كومباوند؟ طب على الحرام اللي هجيب لك حقي، وهتدلعي دلع ما تدلعتوش مع بوت الجماهير في زمانها. انت فين يا صلاح؟ بقالة اترمى وسط المحابيس والسرسجية. طب حسك عينك يا نبيل تدخلي في اي حاجة تانية، لان عليها الطلاق بالتلاتة. بس بقى جرى ايه مالك؟ ما انا قلت لك اتسحرنا مع المأمور في مأمورية، وايه عايز نعمل لك ايه يعني؟ بدل ما تشكرني اشكرك؟ طب ده انا كنت ناوي لك على نيه يا رب. بس بقى بقول لك مخنوق يا اخي. يا ده نبيل مخنوق ايه مالك؟ مخنوق من ساعة اللي حصل ليوني. الله عندك حق. طب وهي عامله ايه؟ لسه قافله على نفسها وما بتقابلش حد؟ تفتحش الباب لاي حد. استغفر الله العظيم يا رب. بس العيب مش عليها، العيب على الحمار اللي انا سبت له القهوه. كان المفروض اول ما الحكايه دي حصلت يقفل التلفزيون ويمشي الزباين. انت عملتي ايه بالظبط للراجل؟ ايه اللي حصل؟ هو اشتكى من حاجه؟ اشتكى. وبعت لك دي ايه؟ مش عاجباكي ولا ايه؟ لا بالعكس، خلصتي مصلحتك من ورا؟ وشكله اتبسط قوي كمان. خالصين يعني؟ من ايه بالظبط؟ مش هو ده كان التمن ان انا وصلت له زي ما قلت لي؟ بس انا قلت لك كمان ان كل حاجه بزنس، يعني كل ما تستثمري في نفسك اكتر كل ما تكسبي اكتر. طب لو قلت لك ان انا مش عايزه اكتر؟ تبقي بتكدبي. ومش عليا انا يا ايه، انت حابه اللعبه بس بتعملي رياكشن يناسب اللي حصل، متضايقه وكده اوكي، بس اول ما تروقي وتفكري كويس هتكتشفي ان انت اللي عايزه تكملي، وبسرعه قوي كمان. وده مني انا يا ايه، امسكي. عشان يعني ما تعتبريش ان اللي حصل ده كان تمن لحاجه انت اخدتيها.
أنا عارفة كويس إن طموحك أكبر بكتير من مجرد مذيعة صغيرة، واللي مستنيكي أكبر، وما يفصلكيش عنه أي حاجة غير إن أنتي تمدي إيدك وتاخديه. بقالي كام يوم عمال أعس على مكان جديد أحط فيه القرشين اللي بحوشهم. نفسي أخلص بقى من مصمت فوضى وقرفه، أفتح مصمت حمادة الطيب. حمادة الطيب وولاده. جراء ناصر، أنت فين؟ كنت بتقول حاجة؟ بقول حاجة؟ ده أنا قربت أقص شريط المحل الجديد وأنت ولا هنا. أصلي يا حمادة، في موضوع كده، إحنا لسه يا أخويا في الأول، وفي موضوع كنت عايزة أصرحك بيه يعني. قولي يا أختي ما تخافيش. الواد اللي أنت بتشوفه معانا ده ماله؟ فين يا نصرة بتقول؟ مش قريب. أمال إيه؟ ابني. ابنك؟ أيوة ابني. زمان ربنا بعت لي ابن الحلال، حبني وحبيته، لولا سيد الله يسامحه هو اللي ما وافقش. كنا عايزينه يبقى في النور يا أخويا والله، بس ربنا ما أذنش. كتبنا الكتاب على سنة الله ورسوله في السر. فلو يعني لو إيه؟ لو إيه يا نصر؟ أنت مفكرة يعني عشان أنت قلت لي الكلمتين دول أنا هبيعك؟ يبقى أنت ما تعرفيش حمادة الطيب. أنا شريك يا نصر، مش فارق معايا أي حاجة، واللي فات فات يا أما خلاص. إحنا بتوع النهاردة. بس نصر يا أخويا النهاردة مش لوحدها. ذنبك إيه تاخد واحدة وعيل؟ ابني. ابني زي ما هو ابني. بس الواد كبر وقلبه حرنان حتى على امه. انا خايفه يا اخويا ما يوافقش ويكسرنا. مالكيش دعوه، انا هعرف اخش عليه صح. خلاص خلاص بقى. عارفه انا كنت بتمنى القعده دي من قد ايه؟ سنين، وربنا سنين. كنتش اتخيل انها تحصل بالسرعه دي كمان. ايه رحتي فين؟ ها رحتي فين؟ لا انا معاك. قولي يا صلاح، هو انت بتحب مين فينا اكتر، انا ولا رحاب؟ ولازمتها ايه السيره دي؟ انت طبعا يا ايه، رحاب كانت فتره لما لقيت مفيش سكه معاكي قلت هتبقى حاجه من ريحتك. طب ولما انت حبيتني اكتر منها ليه ما حاولتش تعمل معايا اللي عملته معايا؟ رد علي بصراحة. عشان انت مش زي اي حد يا ايه، انت حاجة تانية، حاجة ما اقدرش المسها ولا اقرب لها الا لو هي بتاعتي، وفي الحلال كمان. انت انضف حاجة عرفتها، فهمتي؟ طب ليه ما قلتليش انك بتحبني من زمان كده؟ ده انا ما كنتش استجر اقولها بيني وبين نفسي. انت كنت بالنسبة لي عاملة زي حتة في السماء ما اقدرش المسها، يا دوب ابص لها من بعيد وابقى راضي، كفاية ان انا شايفها بس. واديك وصلت، ليه ما حاولتش من الاول؟ كنت خايف، خايف احاول اقرب تبعديني. قلت اصبر، وهو الصبر جاب حل ونتيجه، وبقيت قاعده قدامي بقول لك اللي انا عايزه كمان. عارفه ايه؟ انا نفسي اجيب منك بنت تبقى زي القمر كده، واسميها ايه كمان. ليه؟ عشان اكيد هتبقى شبهك وانت صغيره، تكبر يوم بعد يوم قدامي، اكني شايفك انت وانت بتكبري، واقول لها كل الحاجات اللي انا كان نفسي اقولها لك وما عرفتش. مش مبسوط ولا انا، شعر صدره كثيف. الفالنة مش ماشيه مع المفرش. بعدين التمثيل ارتفيشال صح؟ طبيعي قوي. ياض احنا عايزين تمثيل مبالغ فيه، احنا بنعمل فيلم خرافي. ياض الشمس بتوع من نخلص. لا الشمس بتوع من الاستاذ، ولو الشمس وقعت هتنزل تجيبها. يا ابن الموكوسه اهو جالك مشهد الاختصار. وحياه امك مالك عندي فركس، انا هريك اكسد يا ابن الرقبه دي. اديله يا يونيا. يا رجاله
بلعب كتير ايام الملجأ وكانوا برضو بيقصوا لي، بس المره دي فرحان لان حاسس ان في حد عايز نكسب بحق. امال ايه، الاهل عزوه، البني ادم مننا لو اتخلع عزوته الدنيا تستفرد بيه وتوريه اشكال والوان. عندك حق يا اما. اي حبيبي، كل واحد مننا بيتوجد في وسط اخواته اللي منه، بيتربى فوق كتاف بعض، بس برضو مصيرنا نتفارق يا حبيبي. يعني آية مثلا أجلها عدلها ورحاب هتحصلها وأحمد كمان، وخلك بقى خلك سيد جاياله سفرية بينا طويلة قوي. وماله والبيت يفضل علينا وانت يا قمر يا حبيب قلب أمك انت، بس يعني البيت هيفضى عليا انا وانت ازاي لوحدنا؟ احنا محتاجين راجل يا حبيبي يحمينا. راجل؟ انا ده كربط ياما ولا ايه؟ لا يا اخويا، ده انت سيد الرجاله، ده كربط ازاي؟ بس يعني انت محتاج حد يقف جنبك يسندك وياخد بايدك. ايه الحكايه؟ هو في حد تاني هيجي يعيش معانا؟ يا حبيبي ده انا بقول لك افرض، يعني يا اخويا افرض 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 اتقدم لي حد. انا ما قلتش حاجه، انا بقول لك افرض ما فيش حاجه حصلت يا اخويا. في يا امو انت ايه اللي جرالك؟ مش حاجه يا حبيبي، بس يعني هو انا هفضل عايشه كده من غير راجل؟ انا راجلك وخلصنا، ولما اقصر بيرميني تاني في الملك وروح اشوف مصلحتك. مات الكلام يا عمر يا واد يا واد، تعالى يا ولا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. انا رحاب جدالة من المهتمين جدا بشغل حضرتك وبافكارك وارائك وتحليلك للمواقف. انت طالب عندي في الدفعه؟ يا ريت، انا خريجه كليه اعلام ولسه ببدأ طريقي في مجال الصحافة، لكن بحضر الصالون الشهري بتاع حضرتك بشكل دوري، ومن وقت للتاني يعني بحضر محاضرات حضرتك في الجامعة كمان. أهلا بيك يا أستاذة، اتفضلي استريحي. متشكرة قوي. أنا الحقيقة بشتغل على سلسلة من التحقيقات اللي بترصد العلاقة بين رأس المال والسياسة والسياسيين، وما كانش ينفع أبدا أشتغل في موضوع زي ده من غير ما أخد رأي حضرتك. أيوة بس ده موضوع كبير قوي يا رحاب. رحاب، أنا عارفة إنه موضوع كبير، وإن العلاقة بين رأس المال والسياسة مش بس بتتحكم في تاريخ الدول وحاضرها، لأ ده في مستقبلها كمان. حلوة أوي الجملة دي، شكلك كده مذاكرة ومحضرة كويس. طبعًا يا فندم، أنا نفسي أطلع شغل كويس وأقدم أمثلة لرجال أعمال غيروا مسار السياسة في مصر، عشان كده أنا عايزة أعرض على حضرتك الخطوط اللي أنا همشي عليها قبل ما أبدأ، ده يعني لو كان وقت حضرتك يسمح. لأ طبعًا في الحالة دي يا أستاذة وقت يسمح أكيد. طيب دي ارقامي، بيكلميني وتعالي نتقابل. متشكره قوي يا دكتور، بجد متشكره. سلام عليكم يا معلم سلطان. هلا ميشا، قاعد فضلي. يزيد فضلك، هما كلمتين مع سيد. مش هنعيده تاني، التقي شر اللي من دول احسن. ما انا جاي عشان التقي خالص. هو في على الصبح؟ لا 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 لا، بقول لكم ايه، انا هتكل على الله وانتوا خدوا راحتكم، بس بالهداوه بالهداوه سيد بتاع القهوه. ماشي. شوف يا سيد، هما كلمتين هنقضيهم وكل واحد يروح لحاله. خلاصي حاجتك يا اخويا اللي في المشتل، بعد ياخدها ملهاش عوز عندي. هنشوفها بنت الناس، لو جاي تحكيها في كلمتين عشان في اخرهم تقولي حقك عليا، اسحب الكلمتين دول بدل ما اخدهم بجد. ليه بقى؟ هو انا ارميه ولا ارميه؟ انت بعت بالرخيص وانا بقى بصراحه بشتري نظافه ايدي. استغفر الله العظيم يا رب، ما فيهاش المره دي يا ميسا زعل تاني. اخفي من وشي وانا هنسى اللي قلتيه. انا مش عايزاك تنسى يا عيني، انا عايزاك تفتكر وتبتكر ساميه كويس قوي عشان لما تحب ترجع. لا مفيش راجعه يا ميسا، ساعة زمن الحاجة تخفى من مطرحك. احنا وصلنا 420 طفل في فروع الدار على مستوى الجمهورية يا مدام، ولسه لما الفروع الجديدة كمان تتبني ان شاء الله العدد ده هيتضاعف. قوليلي قدامنا وقت قد ايه عشان نفتتح الفروع الجديدة؟ حوالي 3 شهور. كتير يا منال، أرجوكي تستعجليهم، أنا كل يوم بيعدي عليا وأنا بشوف أطفال في الشارع من غير لا أب ولا أم، بحس بالذنب ومعرفش ليه حاسة إن أنا المسؤولة عنهم.
وبيجنني احساسي باني مش قادره اعمل لهم حاجه. حاضر هستعجلهم، بس والله حضرتك بتعملي اكتر من المطلوب كمان، والاولاد لو تشوفي فرحتهم باللي بتعمليه عشانهم كنت فرحتي جدا وطمنتي جدا. قولي لي المبلغ ده عامله حساب الجيمينيزيوم والميوزك روم ولا ايه؟ بصراحه انا قلت اقدمه لحضرتك المره الجايه. ليه نستنى؟ ابدأي فيه من دلوقتي يا منال، والمبلغ ده عشان ما تقفيش على اي حاجه، ولو احتجتي اي حاجه تكلميني بالتليفون من فضلك لغايه لما اجي لك بنفسي. اوكي؟ تحت امر حضرتك. يا دكتور، هو لازم كل مره اجي انا اللي اشوفك؟ مفيش مره تغلط من نفسك وتيجي تشق عليا؟ لا والله يا سيد، بس الامتحانات قربت فمش لاحق ابص جنبي. ماشي، وبتعالى زورني في الجناح بتاعي مستنيك. حاضر يا سيد. اللي قولي صحيح، نصرة كانت قالت لي انت سبت الشغل بتاعك من سكات كده من غير ما تزيع، وانت معاك مشكله ولا حاجه؟ لا 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 خالص يا سيد، ده بالعكس كانوا ماسكين فيا ومش عايزين يمشوني، بس الحكايه ان انا امتحانات قربت يعني، فعايز اذاكر شويه عشان اخلص من الجامعه. صح، عين العقل. اهو انت بقى كده تعجبني. بس مش عاجبني انا يا سيد، يعني انا هتخرج وانجح، وهي هي نفس الصيدليه وهي هي نفس الفلوس، الاسم بقيت دكتور، يعني فرقت ايه؟ لا فرق كتير، ومعايا قبل منك كمان. انا طول عمري في الدنيا دي بطولي مسنود على دراعي واسمي وسط الخل، عمري ما اتصيدت باسم حد، لا ابويا ولا غيره كمان. بس معاك بقى انا عايز اعمل كده، عايز اتصيد واتشرف بيك يا جدع، عايز اقول للدنيا كلها ناخد دكتور احمد جد الله ربايه ايدي، عشان انت انضف حاجه انا عملتها في حياتي. ربنا يخليك يا سيد. لا ما يخليني ان شاء الله، مالكش انت دعوه. بعدين يعني لو على الفلوس هناك كنت بتاخد كام؟ لا مش كتير. مش كتير كام يعني؟ 600، هديك 1200. ايه رايك يا عم؟ بس انت الجدع عن وقت الشهاده، وبعديها انزل الشارع شاور على اكبر محل فيك يا منطقه، وانا هخليها لك اكبر صيدليه. ايه رايك بقى؟ عشان ده كان حلم ابوك، كان نفسه يشوف اسم عيل من عياله ملعلع في السماء، وهيجلد مني عشان تبقى من نصيبه، ومسامح يوم. ذاكر يوم. شكرا يا سيد. يا ست الناس. ايه يا ست الناس؟ يا سلام ولا كلام. ازيك يا ابو الكبات؟ ازيك يا حماد؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. سلم على عمك يا واد. اهلا. عامل ايه؟ حلو. يا رب دايما. تصدق وتؤمن بايه؟ ماشي. وعز الجلال الله، انا قاعد مستنيك من نجمه، محضر لك مفاجاه، حته شنطه اصلي. هات الشنطه من جوه يا. وعلى ايه الكلفه دي يا حماد؟ ما تلزمنيش، ما بروحش بشنطه. وماله؟ ما انت مصيرك تزهق من اللعب والتنطيط. ساعتها بقى مش هينفعك الا دي. يا لهوي، جرايه يا حماده. عمر روح اسباني وانا جايه وراك. هو ده اللي هحن عليه وهاجي عليه. أول ما الواد بوق في وشك ترفع عليه المطوة. في إيه يا حماد؟ ما أنا لقيته ابن ليه؟ ما بيجيش بالنحنحة لا مؤاخذة، فقلت أخش له بسكته. بس اسمعي مني، عجبته أوي. ربنا يستر. أنا عملت في نفسي ده كله ليه؟ والله ما أنا عارفة. لا يحصل. على الطلاق لا يحصل.
بلبل بيقول لي الداخليه هديت خالص كانها بزرار. ما لازم تهدى طبعا، ما احنا شغلناهم كتير الفتره اللي فاتت، يهدوا علينا شويه. طب ما نهدى احنا، نتقل عشان ما نهيكش الدنيا علينا. ده كلامك ولا كلام بلبيل؟ يا صاحبي وانا بايع دماغي لحد، كلامي طبعا. نهدى يا صلاح، واحنا لسه عملنا حاجه ولا انت خايف؟ هو اللي يحسبها صح يبقى خايف تاتا تاتا عشان نحافظ على اللي عملناه، بدل ما فجاه نتكعبل ونقع على وشنا. بقول لك يا صلاح، اللي فات حكايه واللي جاي حكايه تانيه خالص، بعدين ما عملتش حاجه عشان تيجي دلوقتي تقول لي تاتا تاتا. اسمعنا يا صلاح، الدنيا فاتحه دراعاتها والسوق في عبنا، مش ده اللي كنا بنسعى له طول عمرنا؟ يوم ما يجي لنا بقى نخاف ونكش. بس جه بسرعه يا صاحبي، واللي يجي بسرعه مش مهم الوقت يا صلاح، المهم التعب والدماغ. يضا احنا لفيناها من شرقها لغربها، والحلم اللي حلمناه ان نقف بطولنا مش في ظهر حد، ودي بيحصل. السوق كله لازم يعرف ان سيد بوخارست داخل، وداخل كبير كمان، وان السوق كله هيتغير على ايده. معقول احمد سبت الصيدليه؟ طب ايه اللي حصل بالظبط؟ يا دوب وصلك الخبر؟ انا عرفت بالصدفه من نصرة، بس انت كان لازم تحكي لي على اللي انت فيه ده. يا حبه انا ما بقتش لاقيكي اليومين دول، الظاهر انت كمان دخلتي في دوامه شغلاكي ولا حاجه. معلش يا احمد، بحاول اعمل حاجه اعوض شويه من الكتير اللي فاتني. ما انت عارف فضلت واقفه مكاني قد ايه بتفرج، الكل بيعدي من جنبي بيختاروا ويحققوا كل اللي هم عايزينه. انا قدامك اهو، كنت اخترت ايه ولا حققت ايه؟ ليه؟ وبطه وجوازك منها ما كانش اختيار؟ وحتى لو ما حققتش حاجه هنا لازم ابقى زيك؟ مش قصدي يعني يا احمد، بس انت برضو ساعتها ما كنتش فاضي لحد. عادي بقى، حاسس انك اتسرعت صح؟ والله ما انا عارف يا رحاب، انا بحبها رغم المشاكل اللي هي مدخلاني فيها دي، بس انا بحبها. اوعى تقولي انها السبب في انك تسيب شغلك. يعني هو ايه اللي يعني؟ يعني ايه بالظبط؟ فلوس. ثانيه واحده يا احمد، معلش ثانيه واحده. الو، ايوه يا استاذ عادل، صباح الخير. حلو قوي سجلتيها يا رحاب، برافو عليكي، بس مش هو ده اللي عاوزينه لسه شويه. طب مفيش مشكله حضرتك، احاول تاني يعني. اه بس عاوزك تفكي معاه شويه في الكلام علشان واضح انه لسه قافش شويه. طب اعمل ايه بالظبط؟ قول لي حضرتك يعني. يعني اسحبيه ناحيه الموضوع، احكي له حكايه متلفقه يكون سامر طرف فيها. يعني استفزيه ناحيته علشان يتكلم. تمام، حاضر حاضر. وخليك عارفه انه اللي زي معتز ده بيريل على اي كلمه حلوه من اي واحده، وخصوصا لو كانت حلوه زيك وانت وشطارتك بقى. اوكي فهمت حضرتك يا استاذ عادل، حاضر خلاص، مع السلامه. ولما هو بخير ابن الكلب ده ما كلفش نفسه وجيت والله عليها ليه؟ ها؟ يا اخويا ما انت عارف معوض، طول عمره مدب وملوش في الطبطبه. الصراحه هو كان عايز يجي بس انا اللي ما رضيتش. قلت يعني مش ناقصه مرضيه وبكفاياك اللي انت فيه. على قد ما انا فرحان انه طلع منها على رجليه، على قد ما انا مستغرب من الكلب اللي اسمه سيد بوخارست. كان في ايده صفيه. عاد اقول ايه؟ هو يستجرأ يهوب منه وهو عارف انك في ظهره؟ هو كبير اللي هو عمله ده، يزيحك حبة من السوق ويكوش عليه في غيبتك، لكن اديك راجع له بإذن، ترجع تيجي تمشي تكارتك زي الأول وأحسن، تنطره بره الدنيا كلها. من أول يوم دخل عليا فيه أنا حسيت إنه تعبان، كان في حاجة بتزعق في دماغي بتقولي حرص منه، بس أنا سديت وداني بالجامد، قلت لا اللي مني ما يسلمنيش. عارف ازاي يضحك عليا؟ ازاي ضحك على المعلم فودة الاسمر؟ بس معلش ملحوقة. ملحوقة طبعا يا اخويا. محامي قال لك ايه؟ طمني بالقوي، قال لي القضية فيها شوية عك ومشاكل وعمل الشويتين بتوع دول، بس ديتها جلسة وتجيب نهايتها. أصيلة يا بنت، أصيلة عشرة عمري. ترجع لنا بالسلام يا قلبي، نادر إن عليا نذبح 10 عجول، فرحة ردتك لحضني من تاني. أسرع أسرع. قاست الدنيا،
مسقعه ودنك علينا ليه؟ بقالي ساعه عمال انادي عليكي. النبي قلبي كان بيقول لي ان انت اللي بتد، بس اتكسفت الف اشوف مين بينده عليا. لسه برضك؟ امال انا ما بتكسفش ليه؟ وبعدين معاك يا حماده جرائي احنا كبير السلم. وماله؟ ان شاء الله نبقى في بطن الحوت. بقول لك وحشتينا يا نصر. وبعدين معاك بقى احنا هنبتديها وجع قلب كده، ولا انت بتتك عليا كمني بحبك؟ بتايه؟ بتحبيني؟ كمان ما كنتش عايزاني اجي على النعمه، انا كنت عارف انها هتفرج الليله. وبعدين بقى معاك يو يعني كنت لازم اقولها، هي كانت باينه من غير قوال. ولا انت يعني عامل زي العيال تحب تتهنن كده عمال على بطال؟ عيل على الحرام من دين عيل، ولو مش انت اللي هننتيني مين يهنني؟ ما تسيب يا اخويا اللي في القلب في القلب لحد ربنا ما يكتبها لنا. طب قال له الدين الكريمه تطفي ناري. حماده حماده ايه؟ حماده بس اسكت بقى، حد يدخل يشوفنا يا اخي. رجال الاعمال والاثرياء من ساعه ما الدنيا قالت يا سياسه وهم وبال عليها نفس التركيبه والتفكير ونفس الاخطاء. اتفضلي. ميرسي. بس ايه السر في كده يا دكتور؟ يعني ايه اللي بيخليهم كلهم يتصرفوا بطريقه واحده من غير اتفاق؟ هقول لك انا. لان عقليه رجل البيزنس انه بيتعامل مع كل مفردات الحياه حواليه بطريقه نفعيه. التارجت بيحاول يوصل له ويستفيد منه لاقصى درجه. ولما بيدخل بقى في السياسه ما بيغيرش العقليه دي، بالعكس ده بيحاول يطبقها بكل شراسه. ده اللي بيخلي حضرتك دايما في صراع مع النوعيه دي من رجال الاعمال؟ ويا ريتهم بيخلصوا. ده كل ما بيركن واحد بيجي مكانه اتنين وتلاته. مأساة. وسامر السعدي دلوقتي هو اللي مستلم الرايه؟ لا، ده نوع فريد منهم. ده فاسد وعارف ان هو فاسد، وعارف ان احنا متاكدين ان هو فاسد، ولا فرق معاه. ده حتى بيأمن على كلامنا كأن ده هو اللي المفروض يكون. ظاهره فريده من نوعها فعلا. عرض يشتريني بأوفر ان اقدم برنامج في قناته الجديده، تفتكري عرض عليا كام؟ انا الحقيقه ما عنديش خبره بالارقام وكده، بس كام يعني؟ مليون جنيه في الشهر. تصوري مليون جنيه عشان اشيله من دماغي. طب وانا احطه في دماغي بقى تفتكري سوى كام؟ مش قادره افهم انت ازاي كنت شغال تحت ايد فودا كل ده. انا قلت اخد الشارع من اوله خطوه خطوه، يعني لولا كده ما كان زمان دلوقتي قاعد بتعشى جنبك. لو كنت شفتك قبل كده مع فودا كنت قلت انك اكيد هتكون معايا دلوقتي وطلعه واحده من غير سلامة. بس اللي بيطلع على حساب غيره بينزل مرة واحدة صاروخ ومحدش بيسمع عليه. معايا أنا؟ لا. وأنا لو أعرف كده كنت غبيت عليك من زمان. غبيت؟ آه. بيعجبني فيك قوي إنك لما بتعوز تقول حاجة بتقولها على طول من غير ما بتفكر. عشان اللي بيخبي حاجة عايز يقولها يبقى لا مؤاخذة مش قد كلامه. هتكبر وهتكبر قوي كمان، لأن الوقت اللي غيرك بيفكر هيقول إيه ويقوله إزاي أنت بتكون قلته ونفذه كمان وحياتك. جريء وعاجبني وبدأت أتابع اللي بيحصل في السوق وشايفة نتائج حلوة. ولسه لسه الدنيا فيها حاجات حلوة تاني، وبكرة تولع وتبقى سخونة. إيه سخونة؟ عالسخان يعني. طب اشرب علشان تضرب. اوكي عن اذن 2 minutes.